ارميني بالبقاله واتصارك فين روح. كم عاش انسان مو شفته ما انت انا دور نمو ما مايو اسمه عيل بيل عيل بترتاح عيل بيل عيل بترتاح عيل بيل قاعد لا يا دلم بقال سا قدر تصد صد لكن لو كلا كاس دمن سا ما اف بعدنا قاعد من سا عيل كا مرك عيل بيل عيل بسياده سا نمو بيا واس يا فنان والمانت نمو بيني كو عام مالان حق اوتشيستان ودتك حروق الدريمة هي ويلوش كبنتين اي هذا بيعتقد على القرار كله ده هاي وين السمران ويحي عن لوسن هنا هذا مو مجانا هيو ونرجع على السمر كرا كلنتي ونكسن داود يا لهر كاني واقول تي في كسر دواد ورئيس جار آه وعن لي يعلن دونه سياسي حرسي يوسف بره هرينا هو هادوقة مجال ده قال كعيو وحنا وحكوا يدين دونه dagaalka soo cusboonaaday qayb ka mid ah galbeedka gobolka mudug gaar ahaan aagga bandhiirad lay iyo galdego gudoomiye ku soo dhawo ogaal tv ee calaadahaasi intaad kala socoto maxaa soo cusboonaysay ee ogaal tv aad baan maasantiin waa dhawahay ee markii hore waxaan jalan lahayn taasiyo sidmanki hadda ku jirno بعدين بدون بعدين أنا عايز هو بيلا قبيلة هو بيلا جال شابة لما نيجي لما نيجي كده بيلا قبيلة قريشة ولدي يقرأه من السمر يمن الله يسبيه أنت تزعل دجال قصة قصبنا عليه ميدو ووتي وقبيلة كنت واحد رقم واحد لفيلة هي ما هي لا إلا لو كنا نحن نحن في مرد الوش غينا هي وحي الوش عم يلقى في عم يمر هي ومرتع عم يصدره وحنا نحن نحن غير المدود أنا مرت على شغان أنا حسلوني ولا ليان إن مرت أي كسر الله كان على الوايد وايد عم تنبه يا لوي كمان ويسوع أركين وكنا معني وكوح ولا بيلني وقول تريني بقال وقرنا هيرمي مثل حياة هاي يا شبابك سياسيتا مملضة أمان وحق أحسن الناس يعني بدك أسك الحليان بدك أبعقلة إنه بدي مرة لا دلو عاصر عاصر واي دقال كاسي مددير وصوتي تمي سيدا شيكتي بشيس بالغة جاري لبدا بيلو غي سوي مادين وحانو غين إن قبل الله لغي بندير لي يقال كعيو لغاني هشيي محا هدا لديك رعولاد ويسو علي سو ديب وصو عصبوني سيس دقال كا عبد كورنا مرة قبل وكال يعني بود قال كعيو لا أساسي هو كده منا إلا سوى ولا مش على سوى ده كده إلا إلى لي رتا ما ملك راسته يعني ياش ده منك ده عظم مرك ده عظم إلا قال إلا قد ما تقول غيران كان له تيم أفكي حكي ستي للراديو عدي وحلو بيستي لتعمر إلى الله الله دي لما سبب فاجرة أو شقين هاي اللاول اللي ودي جمع ده سلبي شوفي وانا والله جا لي بعد ما عدي والله جمع كمان متكلا كوحي ستي متكلا كوحي ستي سلاسي سكسو جارين اللاوير الوين ماشي كده عام لا بقى بقى يسوير بين حد ما ممكن جالس بقى كده وهي شيء نبدا واجي لابلي انا وين لا لحد الكو وهي من العام ومالنا يا لو دنا ولا سمي بقى كده وهي شيء نبعد له سكه تجينا مالنا اي وحش لنا يا عبد ومكنا مجنن وحان لنا هاي وهي شيء دي الله ابابلو لكن لو بدك تشتغل في هاي ستاجان ولا هي نجيب بالفاليو وين ماشي نقول لها في تقاميد يعني الغرض منها واي واحد شيكتين نبض وحكى لي مناين والله بهنا لما يستروا
حاكر منا ولا حاكر منا ولادي سي وسوتي حد تشوتين بلا سنين كل يد ولا سنين شي حد تشوتين بدك ما مولد راح يمشي تشوتو انا مركز الدوله انت وواحد السعوديين وواحد انه ماشي قصيده حاجتين حد تشوتين لا فرت الصناعة عبد اللي تشوتيني على فلقة أنا هي دين مدريال هو وسوى بالله أنا هي سن الله ومن الله بس أنا سنت سنة قبل مكة دوب حر دين مع صعب أنت كم تاعي ويجي شو شو ما يفعلون شو وسنح قل وضياش اللي يرد كل سوري اللي سيسليه وقفكي واحد انت وحبل لقى مسوق هذه كلينة تلعبه ذاك وهذا حنو نري لقي تونكون ومكتك بنانكا وإن لبحيا وحكو حكتي والله سعودي اللي راه قفتي قفتي لو ولا دليا وح يقول مهم سنة ودمن وحوله ما رد حرب وبعن تاعي إن هالشيء اللي جاي هاي واحد بيت كراه قبض بالله laga sameeyo ilaalinaysa nood ilaalinba u baahan tahay ciidamada ilaaliya ay jiraan maxkamad hadda shaqo aan lagu jirtay maxkamad ka dhaxaysa labada dhinac la abuuro maadaama cidda kale maxkamadeed aaminaysa ay jirin qof reer galmudug aan dhinaca kale dambi ka geli kara qof reer buulaan aan dhinaca buu dambi ka geli kara marka in la helo maxkamad ka dhaxaysa oo lagu wada kalsoon yahay oo dambiyada noocaas oo kale oo la iska gudbayo ilaa labada maamulis maxkamad qaaday in la sameeyo ka mid ahay boolis waxaa jira ilaa 200 oo ciidana oo la tababaray inaysan maareeyo qabiil kun milyan caadifadaha jira loo diyaariyo oo UN-ku laga taakuleynayay booliskaas in la badiyaa qorshaha ku jirtay la qalabeeyo agabkooda loo dhammaystiro baabuurtii iyo isgaarsiintoodii iyo judishariga xataa lagu qabo waxaas oo dhan meeshii lagama soo qaadin daaswaay nabaddu meeshii kow ay joogtay 3 sano ka hor bay weli joogtaa waxaa sii dheer waxay tahay dhacdadii dhacda oo aan loo istaagin oo lala sugayo inta mid kale oo carsiya ay ka daba timaado problemka meesha ka dhacayna kaasi waya waa mahadsantahay waxa soo hadal qaaday in waxyaabihii lagu heshiiyey ay ku jirtay in hadalada xanafta leh laga ilaaliyo iyo wararka warbaahintu ay tabiso sidaan ognahay hadda waxaa hadlay wasiirka qorsheynta maamulka Puntland oo dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu ku lug leeyahay dagaalkaasi arrimahaasi waa aragtay waa arrimahaasi waa qalad weeye wax saxan maaha dagaalkaani waa dagaal qabiil weeye dagaal dowladeed maaha inta gaalka ayana in la siyaasadeeyo ma baahna ayaa aan ka wacyigelin jirin dadka ay ka mid tahay gaalka ayuu waxaanu ku dhihi jirnay war dadka siyaasiyiinta uu isdagaali karaa laakiin waxaa qabaa nabadgelyo inaa aynu saameyn ku yeelan dadkan wada degan oo deegaankan wada yaalla inay nabadooda ka ilaashadaan inay siyaasad maaragtay lagu dabaxo runtii heshiiska la galay heshiis heer reer galkayooda heer maamul goboleed oo weyn ma u gaarsiisnayn innaga degmooyinka iyo guddoomiyaalka gobolka iyo odayaasha madanka ayaa heshiiska sameynay loo garoodanka ahay madaxweyneyaalka iyo maamulada qaalib ay ka ahayeen naga sarreeya heshiiskaas saxaafadda websaydyada all media waxay ku shaqeysay dhan baa la isu keenay simnaara loo furay waa lagu caano maalay oo dagaalka inta uu badan iyaga kicin jiray waxyaalaha marka nabadda lagu gaaray ka mid ahayd kowyada laga bilaabay in la joojiyo propagandada iyo dagaalka iyaga kicin jiray way ka wadaa iyaga kicin jiray waa saxaafadda iyo odayaasha ama abu kadub ama adu article qor laakiin saxaafadda loo adeegsan jiray oday caraysan baa laga qaadi jiray wareys laga qaadayaa ama wiil reer reer dalaalinaya website wuxuu ku soo qorayaa
waxa sheegtay heshiiskii hore inay ku koobnaayeen heer degmo ilaa heer gobol ee labada dhinac. maamulada ee galmudug iyo Puntland kaalin intee le'eg ay ka qaadan karaan sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda? Meesha aan maraysay inay xoojiyaan inaysan iyagu baasiin dabinaysa kusii shidin siyaasadooda inay ka daayaan sida hadda waxa tiri wasiirba hadlay oo kale waxyaalaha hurun qalaada ka mid ahay. Marka maamulada kore ee galmudug iyo Puntland laga rabaa gacansiin baa laga rabaa, niyad wanaag baa laga rabaa, ciidana dib loo baahdo inay ku taakilayaan baa laga rabaa, sharciyad iyo ogolaansho baa laga rabaa oo lagu shaqeeyo mandate ay ku shaqeeyaan odayaasha iyo dadka deegaanka. Lakiin shaqada dadka u taala waa dadka deegaanka, odayaasha iyo maamulada localka waa shaqadaas kale. Ugu dambeyntii, fariinta guud aad diraysaa maxay? Fariinta guud aan dirayaa waxay tahay reer mudugow dagaal waad soo aragteen, wax aad ka macaashaysaan ma jirto maanta. Reer mudugow waa maayo cusmaya, ciil beel bay tartaa. Wiil baa laga dilayaa, dulan baa qaadaysaa, haddaa rabtid soddon soo dil, laakiin laba kale kaasi dhimanaysa ama afar baadna kaa dhimanaysa. Marka ciil beel bay siyaadisaa. Reer mudugow waa dagaal waa isyaqaanaan, bal maanta nabad inay ku caanimaalaan xagga u jeestaan dadka xanuunka dareemaya oo wiilashu ka dhinteen ay ogahay dhibaatada ay qaraarka ay leedahay inay sambraan wixii aan loo sambrin waxba looma gaarayo nin ragaa sambri kara. Marka waxaan ku dardaarmayaa nabaddii in la soo celiyo oo meesheedii laga siiyo inaan la xoojiyo. Runtii waxaan aada ugu xumahay ayaamahan dambe waxaa laga dhigtay nabadii wax dad magac ku raadiyo iyo NGO camal oo shaqo rasmiya oo meesha dagaalku ka dhacayo laga qabanaya ma badnayn. Marka waxaan leenahay si dhaba nabadda looga shaqeeyo, in beijij loo fudito oo xaflada la qabto oo nabaddan kasoo shaqeyn jiray waxyaalahaas meelaha laga taagnaado oo ma taraysa dadka. Dadka waxaa u tarayaa meesha dagaalku ka dhacayo iyo dadka isdagaalaya in la gaaro, in loo tago, in loo caqli celiyo, in la wacyigeliyo, in la kala guro. Taasaa ay nabaddu ku imaanaysaa. Aad iyo aad baa umahadsantihiin radio Ogaal. Aad umahadsantay.
gudahan daawadayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wareysigii koobnaa oo aan la yeelanaynay gudoomiyihii hore ee magaalada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre diiradana aan ku saareynay colaadda ka soo cusboonaatay qayb ka mid ah gobolka Mudug tan iyo intaan ku kulmi doono wareysigan mid la mid ah waanigu ah Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye